النخلة بطبيعتها هي رمز للبقاء، رمز للحياة، رمز للقوة. التدوير هذا فيه كنز خفي لازم البحث عنه. كم الهائل أو العدد الكبير هذا خلى من النخلة هي العنصر الأساسي للزراعة. كل حاجة فيها تستخدم ولا ترمى. نحن الآن في محافظة الأحساء، تحديداً قرية البطالية، وأكبر طبعاً واحة بالعالم بعدد ما يقارب 3 مليون نخلة. طبعاً كل بيئة مؤثرة لساكنيها، فهو تعايشك ولادتك داخل البيئة والرحم الزراعي خلاك تفكر في تدوير المنتجات المتاحة لك طبيعية. النخلة تبتدي من فسيلة، من تزرع في الأرض فسيلة إلى أن تبتدي تكبر وتكون نخلة منتجة، ثم تجلس. تجلس بمعنى بطاط. البطاط يستخدم منجل يصعد به الفلاح والمزارع ويبط النخلة ويخليها مثل الدرج، ويستخدم معاه الكر. فالكر هذا من عملية الكر فوق النخلة، يبطها وينظفها وكل سنتين مرة، لأنه النخلة تصل عمرها إلى 100 سنة. عندنا الكرز وعندنا السموط والسعف وباقي المكونات، مثلاً عندنا هذا العسق والتلتال، وكل حاجة في هذه النخلة له وظيفة وله استخدام يعاد تدويره. إذا تلاحظون هذا جذع النخلة مليء بالألياف، ويمكن إعادة تدويره والاستفادة منه. طبعاً هذه السعف تتكون من الصمت، طبعاً هي سعفة طويلة ولكن جبنا مختصر منها شوي. الصمت والخوص، يتم إزالة الخوص من السعف ويبقى الصمت. الخوص هذا له مرحلة في العمل اللي قلنا عنها، إنتاج الحصير والسفرة والمنتجات الحديثة مثل الشنط والأحذية وغيرها. والصمت يدخل في صناعة بعض الكراسي والطاولات، وهذا هو العنصر الأساسي في استخدامه. السعف ينزل نوعين، في أصف يابس وفي أخضر. السعف الأخضر اللي ينزل من النخلة، أول حاجة انسحت الخوص ويبقى عندنا الصموط. الصمت هذا يدخل في تصنيع الكراسي والطاولات، قفاصة، حتى أنه في مهنة باسم القفاص. القفاص هو اللي يشتغل على إنتاج الصموط من السعف. واليابس ممكن يستخدم في العرشان، ممكن يستخدم في الأعلاف، ويستخدم في إنتاج الفحم الطبيعي. لو نظرنا للكرسي أو الطاولة، هي تشوف كل تكوينها كامل من السعفة والسعف الأخضر. يجففها إلى مدة يومين، بعدين يعطيها موية خفيفة ويبتدي يشتغل عليها كتخريم. هذه شغلة القفاص. هو الكرسي او اي حاجه بتسويها بنقوم حوالي بتاع 12 مرحله قبل ما نسويها وتخلص وتتشطب. اول حاجه اجيب الجريد قدامي، خد سيادتك، اقطعه، وبعد ما اقطعه اوضبه ثاني او افصله يعني بالعاميه، خد بالك. وبعد كده في حاجه اسمها اعلام بعلم على اسطمبات، وبعد كده في عمليه ثاني اسمها عمليه تخريم، بنخرمهم والعده اللي معانا. وبعد التخريم خد سيادتك في حاجه اسمها تشق العيدان او تجمع برضو يعني شويه طلبات كده خلاص انت تجمع بيهم الشغل اللي بتقطعه. وبعد كده الفينش الاخير، يعني بدنا كذا مرحله بنقوم بالشيء هذا. اكثر المواد التحويليه لمنتجات النخله، من سواء من التمور، الالياف الخاصه بالنخله، السعف، الكرب، الجذوع، نذكر جزء منها. تحويل منتج سكر، منتج الدبس، منتج آيس كريم الآن أنتج من النخيل، هذا في سبيل الأغذية، بينما في سبيل التصنيع داخل فيها نقوشات إحسائية، داخل فيها تصميم النخلة. نجي مثلا للعرشان الآن، هذا المكان اللي احنا نصور فيه، احنا نسميه في الأحساء العريش.
مناطق الخليج يسموها البرستي. جذوع النخل هي كانت مكون أساسي لمنازل البيوت. جذع النخلة يعيش مئات السنين. بيتنا احنا كان مبني من جريد النخل ومتسقف بالعروق بالخشب بتاع النخل. كان البيت دور واثنين وثلاثة يشيل النخلة. بسم الله ما شاء الله، يعني كل من هو فيها صالح بإذن الله. الألياف تجي من الخوص وتجي من الصمت، سبحان الله. أيضا إذا كان يابس يستخدم كأعلاف، كأسمدة، يحول إلى بيتموس. الاستخدامات يتم تدوير فيها منتجات النخلة. لأجل تنتج محصول زراعي قوي تحتاج إلى حرق الأرض، فمخلفات النخيل كالسعف والجذوع والباقي المخلفات تحرق بها التربة لأجل إنتاج خصب لبعض المنتجات. من المنتجات اللي أشوف فيها فائدة كتدوير إنتاج الألواح الخشبية. ممكن إحنا نعمل لوح خشبي من نفس المادة بدون تصنيع، وممكن نعمل لوح خشبي من نفس المادة بالتصنيع. بالتصنيع يعطيك مثل خشب الـ MDF، أو ممكن القفاص يعملها لك كلوح فينتج من الطاولات والكراسي وبعض المنتجات الأخرى. التصنيع اللي يدخل فيه تركيبة كيميائية أخرى مثلا لوح الـ MDF البليوت، يضاف إليه كمية بسيطة من الغرام مع الضغط وماكينة خاصة وتنتج لك الألواح. يعني طالما صنايعي ماهر ما تقابلوش اي صعوبه. الصعوبه بقى انت عارف اللي هي لما يكون صعب العمل مطنشك، هي دي الصعوبه. انما العمل عمره ما كان صعب، واخد بالك؟ صراحه يعني تحديات اولها كميه الانتاج، لانه الاعمال هذه اعمال يدويه وشاقه ومتعبه شويه. كميه الانتاج فيها راح تكون قليله بالنسبه لاسعارها، راح تكون يعني عالية ولكن يعطى حقها. ممكن لو استخدمنا تقنيات حديثة تخفف من الأيدي العاملة. من حيث التكلفة كمواد أساسية مواد متوفرة، مثلا عندنا طقم من الطاولات والكراسي، هذه طاولة وأربع كراسي 800 ريال، القفص أو المخرف للرطب 30 ريال، المنز ب200 ريال، المنز اللي هو السرير للأطفال. منز سعودي تعلمناه من السعودية، مش هقول لك تعلمناه من مصر، زي سرير أطفال يعني. وهذا الطفل لما بيكبر بيصير راجل بيحتفظ بيه. هذا يقول لك أنني اتولدت وتعمل لي أسبوع وأخذ بالك في هذا المنز، فحاجة مباركة يعني. التطوير إلى خطين أساسيين، كمية الإنتاج وجودة الإنتاج. كمية الإنتاج تحتاج أيدي عاملة، أو نتحول إلى التطور الصناعي أنه نستحدث آلات تنتج لنا أعداد أكثر منتجات. التحسين الآخر اللي هو الجودة، هذه اللي أنا أركز عليها أكثر، تستديم للمستهلك. كل ما زانت الجودة وزادت صار الطلب عليها أكثر. الصنعة دي حالياً دلوقتي دخلت على انقراض، لأن بتاخد وقت، وإحنا مش عاوزينها تنقرض لبا، لأن إحنا ورثينها أباً عن جداً. فالشباب بتاع اليوم دي عاوز الحاجة السهلة اللي هي تجيب له فلوس، واخد بالك أنت، وسلام عليكم وعليكم السلام. إنما إحنا ناس كبيرة في السن عاقلين وفاهمين وراكسين، واخد بالك، مقتنعين إن هي دي الحلال. شفنا أنه فيها مدخول مادي جيد وإرضاء المستهلك، هذه في الأساس. أنه إذا كان المنتج ضعيف أو منتج ما له منظر ما له سوق، ولكن إذا اهتميت فيه بتفاصيله بالجودة والمنتج راح يساعد على أنه طلب في السوق المحلي وحتى الطلب السوق الخارجي له استدامة قوية.